بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا واثقين منك وموحدين لك، ولا نقبل أي شريك كان مهما ادعى أصحابه أنه في مستوى الشركة معك يا ربنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل البهتان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. اختير ياسر برا نقبل أرواحكم وحكايكم ومشيوا المحللين القرآنيين المعالجين القرآن بحق، يقول لكم دول المشركين ولا لا. والله لما ما لا أما يدهشوكم وزيدوا ظلمة وخرف وتورط مع الله، وإلا يفيقوكم، والخطوة الأولى اللي مشي عونوك على اتخاذها عونوكم عليها فهي مباركة إن شاء الله تعالى، وتوليوا وتعرفوا خطورة هؤلاء القوم الذين لم يذكروا الله جل جلاله عمن يولوا بأي خير. ومن الناس هنا كان يحوث على كان لا ركاي قولوا بل نكملوت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أمزد يبدأ تشرك وتحب تشرك وتحب ما لا هاك أولا كما تحب ربي تعملك حب ربي مش تحب بما طعنت في وحدانيته كيف مش تحب حنار النفس اللي على الفطرة تحب الذي هو محتاج لغيره ولو شركاء ربما يغلبوه ربما يعاقبوه ربما يخادعوه ولا مجر النفس الطيبة ما تمشي بالقتل. إذا لي فو مسلمون سون سو سيت بيست لا دون تري دونجور. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بئست الفكرة، ولا بجنب الله أنداد وليس لهم حقيقة، وزادوا يزيدوا يكملوا ورطتهم مع الله أن يحبونهم كما يدعون أنهم يحبون الله. الذي هو حقيقة يحب الله يكون واحدا بالتمام والكمال، ولا شيء من هذه الأكوان سواء كان الفيرتوال ولا الريال يجب يغيروه. الافتراضي والحقيقي ما يغيرناش في توحيد لله. قل موتوا بغيظكم، الإسلام هو الإسلام الذي ارتضاه الرحمن والذي نضل من أجل سيدنا محمد سيد الأنام عليه السلام، ونضل من أجل ومن أجل تحقيقي وفوزي بفضل الله تعالى العلام رحيم الأول ليس كمثلهم رعيل. نسأل الله أن نقدرهم حق قدرهم كما قدرنا مولانا سبحانه وتعالى وقدرنا الرسل الكرام عليهم السلام بما فيهم أن إمامهم هو الذي كان بطل الأبطال حقيقة لا وهما ولا ادعاء. والسلام.